أنني بعد أن قدمت إلى مكة نزلت في الأبطح، وأريد أن أذهب إلى منى، ولكنني أخشى من عدم وجود مكان، فهل إذا نزلت في المزدلفة أو عرفة في اليوم الثامن وبعد العودة من عرفة هل يجوز لي ذلك أم لا؟ النزول في منى في اليوم الثامن إلى سطح الانكاسة سنة، نعم، وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة المضرس وقد صادفه في مزدلفة، قال له: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فتم حجه وقضى كفته، ولم يذكر المبيت بمنى ليلة التاسع. فأنت إذا لم تجد مكانا في منى في ذلك اليوم ونزلت في مزدلفة أو في عرفة أو في الأبطح فلا حرج عليك، ولكن احرص على أن تجد مكانا، لأنك إذا لم تجد مكانا في ذلك اليوم في اليوم الثامن فمن باب أولى أن لا تجد مكانا في يوم العيد وما بعده. نعم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه في هذا الأمر. نعم. أيضا هو يسأل لأنه يقول: وبعد العودة من عرفة هل يجوز لذلك أم لا؟ يجوز لك بعد العودة من عرفة إلا أن تكون في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها ولم يرخص لأحد في ترك ذلك إلا للرعاة أو للسقاة. نعم. الواجب على الحاج بعد الرجوع من عرفة ومزدلفة أن يبقى في منى ويبيت بها، ولا يجوز له أن يتخلف عن ذلك. نعم. لكن إذا لم يجد مكانا في منى وطلب طلبا حقيقيا دقيقا فلم يجد، فلا حرج عليه أن ينزل في آخر الناس مهما وصلوا إليه، حتى لو وصلوا إلى مزدلفة أو ما وراء مزدلفة ونزل في آخرهم بحيث كان مع الحجيج فإنه لا حرج. وقد كان بعض الناس يقول: إذا لم تجد مكانا في منى فلا حرج عليك أن تبيت في مكة أو فيما شئت، لأن هذا المكان سقط وجوب المبيت فيه للتعذر، فسقط الفرض، كالإنسان إذا قطعت يده من فوق الفرض فإنه يسقط عنه غسلها. ولكن نقول الذي نرى في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يكون في أخريات القوم ليكون مظهر الحجيج واحدا، وهو نظير من أتى إلى المسجد ووجد الناس قد ملأوا المسجد فإنه يصلي في السوق الشارع الذي حول المسجد ليتصل الناس بعضهم مع بعض، والشارع له نظر كبير في اجتماع الناس على العبادة وعدم تفرقهم.